حيث ينضم معنا الزميل أيمن الثباتي. أهلا بك أيمن، عيدك مبارك في البداية. بداية تحية لك ولكافة مشاهدي قناة الإخبارية، وكل عام والجميع بألف خير من هنا من مهوى الأفئدة من مكة المكرمة، والتي تحتفي كباقي مناطق المملكة بهذه المناسبة الغالية، عيد الفطر المبارك. أمانة العاصمة المقدسة قامت بتجهيز عدد من المواقع احتفائيا بهذه المناسبة. هناك العديد من الفعاليات والمناشط والتي تقام ابتداء من الساعة 10 من هذه الليلة وحتى الساعة 2 منتصف هذا اليوم. اليوم هو آخر يوم للاحتفالية هنا في مكة المكرمة، ومن ثم تنتقل هذه الاحتفاليات إلى عدد من المحافظات التابعة لمكة المكرمة، وسط حقيقة تفاعل كبير من الأهالي بهذه المناسبة الغالية، عيد الفطر المبارك. من ناحية أخرى، ضيوف الرحمن بعد ما أنعم الله عليهم بصيام شهر رمضان المبارك مجاورة للحرم المكي الشريف، بدأت مغادرة مواكب العمار والزوار هذه البقاع الطاهرة، متوجهين إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ثم مغادرة إلى بلادهم، شاكرين لكل ما قدم لهم من جهود كبيرة طيلة موسم شهر رمضان، والذي كلل ولله الحمد بالنجاح الباهر والكبير بفضل من الله عز وجل، ومن ثم الجهات الأمنية والجهات الخدمية التي قدمت خدماتها على مدار الساعة لهذا الضيف الكريم. عيد الفطر المبارك هنا في مكة المكرمة له طابع خاص، ونحن نجاور الكعبة المشرفة ونجاور البيت الحرام، نستمتع بهذه الأجواء التي ننتظرها في كل عام احتفائيا بعيد الفطر المبارك. نسأل الله العلي القدير أن يديم على بلادنا وشعبنا وقيادتنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يحفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في هذه البلاد المباركة. اللهم أمين. شكرا لك زميل أيمن الثباتي، كنت معنا من مكة المكرمة. ليلة سعيدة.